الاحتجاجيه اللي نظمتوا هنايا في مدينه سطات. السلام عليكم. اولا الاسم ديالي ايمان بن ليبا، انا الممثله ديال الاقسام التحضيريه لشهاده التقني العالي بسطات. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا درنا واحد الوقفه احتجاجيه، وهي راه كانت على الصعيد الوطني، كانوا مجموعه ديال المؤسسات هما في المغرب كامل داروا وقفات احتجاجيه، ولكن اليوم جا الدور ديالنا في مدينه سطات. اليوم ان شاء الله بغينا نتحدثوا على مجموعه ديال المشاكل اللي كنعانيوا منها، ومجموعه ديال التهميشات اللي كنعانيوا منها هنايا في هذه المؤسسه. اول حاجه هو الصرف ديال المنح الدراسيه اللي كيوصل معطل، كاينين الناس اللي معانا كيسكنوا بعادين يعني محتاجين هذوك المنح، الوغ كيجيو حتى شهر 3 شهر 4، يعني ديك الوقيته يعني الانسان كيكون يعني بزاف ديال الحوايج فاتوا. هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو المشكل اللي عندنا في الشهادات اولا في الدبلومات، ما تيخرجوا عليه شحال، يعني حتى النقاط ما كيخرجوا لنا ولا ما كيتافيشاو لنا على شحال، يعني هذا مشكل اللي كنعانيو منه حنايا اللي بغينا نتسجلوا في مدارس اخرى، يعني لا ديبلوم ما كيخرجوا عندنا حتى كيفوتوا لي كونكور. حاجه اخرى عاوتاني هو ما عندناش واحد سكون ابيل لو كوتا ولا واحد لو بورسونتاج في هذوك لي زيكول سوبيريور ولا لي زيكول دي انجينيور، يعني حنا متمشين من هذه القضيه حتى هي، وعاد ما عندناش الحق في الاجازه المهنيه، يعني الانسان ها حنا خدينا ديبلوم يا لوغ شغنديروا من بعد؟ فوالا ديبلوم ديال دو زون ولا باك بلوس دو راه ما كافيش الواحد اللي بغى يخدم به ولا بغى يدير واحد المستوى اللي هو مزيان، يعني حنا عندنا واحد لينيرجي، عندنا واحد ليفور، عندنا شحال من حاجه بغينا نعطيوها، بغينا نزيدوا بهذه البلاد القدام، ولكن مالوغوزمون ما لقيناش لي موايان اللي غاديين يعاونونا. السلام عليكم. انا اليوم كطالبه في السنه الثانيه في شعبه الانظمه الالكترونيه، اليوم كنهضر باسمي وباسم جميع طلبه بي تي اس في المغرب، اننا اليوم منظمين اضراب وطني، اي ان بعض المدن اللي بدات تقريبا دابا شي سيمانه باش بدات هذا الاضراب، يعني حنايا عندنا مطالب يعني اللي نورمالمون خاصها تكون متوفره لنا حنايا كطلبه يعني في مدرسه عليا، اننا ما عندناش الحق في سيكل دانجينيوري اولا في ليسونس سوا فوندامونتال ولا بروفيسيونيل، يعني عندنا فورماسيون سوليد، يعني كنقراو عامين، ولكن فاش كنبغيو نتعرضوا لسيكل دانجينيوري اولا ليسونس كنلقاو واحد التهميش كبير، يعني كتكون عندنا 5% من الناس اللي مدوزين الكونكور، مع انهم يعني ما غاديش نقول لك انه حنايا كتكون عندنا قرايه صعيبه مقارنه مع المدارس العليا كاليو اس تي ولا لي فاكولتي، لا يعني كل حتى حاجه ما صعيبه، كل شعبه راه ما تيقولوا ماليها راها صعيبه، ولكن بغينا غير تكون واحد النوع من المساواه، يعني بحالنا بحال الاخرين حنا عندنا باك بليس 2 ناجحين بنقط اللي مزيانه ونقط اللي مشرفه، بغينا يكون عندنا الحق غير في الكونكور، ديك الساعات الا ما نجحناش في الكونكور ما عندنا ما غادي نقولوا، يعني يكون عندنا غير حقنا نتا حنا نمشيو ندوزو الكونكور ويكون عندنا فرصه باش اننا نتا حنايا نكملوا قرايتنا، يعني انا كباك 2020 ما تقبلت في شي مدارس، درت بي تي اس كطريق باش نكمل في هذوك المدارس، ماشي باش من نجي في الاخر يقولوا لي لا عندك الدبلوم ديال باك بلس 2 سيري خدمي به، انا ما بغيتش نخدم، انا بغيت نكمل قرايتي، انا بغيت نكمل في السيكل دانجينيوري ولا بغيت نكمل في الاجازه، يعني حقي هذا حق ديالي، هادو هما المطالب الرئيسيه اللي كنطالبوا بهم، بالاضافه للمطالب الثانويه اللي احنا قدرنا نقدروا يعني نقراو بلا بها كالمنحه، المنحه ما كتصرفش لنا بكري، كتصرف لنا فحت العام اللي فات ما صرفت لنا حتى شهر 5 وما كتكونش معممه، ولهذا العام لحد الان باقي ما تصرفات لناش الدفعه الاولى، مع انها خاصها تكون في شهر 11 مازال لحد الان ما كاين والو، اما يعني بالظروف ديال القرايه حنا كشعب تقنيه ما عندناش الماتيريال باش نقراو، ما عندناش بزاف الحوايج باش نقراو، يعني ماشي مشكل يعني نقدروا نقراو بلا هذاك الشيء، ولكن باش حنا ما يعني المطالب الثانويه ما متوفراش لنا ونشدوا الدبلومات ديالنا بنقاط اللي مزيانه في الاخر لقاو انه كاين الاقصاء وما عندناش الحق في ليسونس وفي السيكل دانجينيوري، ماشي ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ايام 24 عيونكم التي لا تنام.